كل ده حصل وباباكي مش موجود. يا عيني يا علي، يا عيني يا قلب امك، معقوله التهيؤات توصل بيك للدرجه دي؟ انجي انا كل ده صابر عليك واقف، وانما ممكن بعد شويه. يا سلام، بعد شويه هتعمل ايه يعني يا علي؟ هقعد عشان تعبت من الوقفه، وبعدين عشان اسمعك كويس. ايوه افتكرت. اولا بقى يا سي علي تعالى معايا انا هوريك. اتفضل. ادي الزباله اللي انت بتقول عليها مرميه هنا بقالها يومين، وانت من امتى يعني بتطلع الزباله بره؟ عن اذنك. ثانيا بقى، انا بقالي يومين محلهم ما شفتش هبه ولا رجاء، ما كانوش هنا زي ما انت قلت. ثالثا بقى وده الاهم، ان بابا حبيبي بات معايا هنا في البيت، حتى كان بايت في اوضتي، صح يا ولاد؟ صح يا مامي. لا غلط يا مامي، وانا اللي صح بقى وحاسبت لكم. الشنط دي انا لسه جايبها حالا من السوبر ماركت دلوقتي. يا بابي انت بنفسك قبل ما تنزل لميت تموين البيت كله وحطيته في الشنطتين دول وخدتهم معاك. ايوه بابي، حتى احنا سالناك قلنا لك انت حضرتك واخد الحاجات دي ليه؟ حضرتك قلت لنا هطلعها رحمه ونور لروح انجي مامتكم. خص عليك يا علي، بتطلع رحمه ونور على روحي وانا عايشه؟ لا بقى، انا مش مجنون وكلكم مجانين، والحاجات دي انا جايبها من عند شعبان تحت في السوبر ماركت. لا اهدى اهدى واعقل يا علي شويه، علشان انا ابتديت بجد اقلق عليك. شعبان ايه بس؟ شعبان فعلا بقاله يومين قافل السوبر ماركت علشان بيوضبه، ولو مش مصدقني انزل شوف بنفسك. هنزل طبعا، هو انا مجنون عشان اصدقكوا؟ الشنط دي انا من الصبح على لحم بطني. هات يا سؤالي. هات. مغلق ازاي؟ يعني ايه مغلق؟ انتوا عايزين تجننوني؟ مالك يا استاذ علي؟ خير؟ في ايه؟ في ايه يعني ايه؟ مش الزفت شعبان كان واقف هنا والمحل ده كان مفتوح؟ محل ايه اللي كان مفتوح؟ المحل ده مقفول بقاله يومين. انت متاكد ان المحل ده كان مغلق؟ لا اله الا الله وسبحان الله، ما هو الورقه مكتوب قدامك مغلق الصيانه، انت ما بتعرفش تقرا ولا ايه؟ طب اخر سؤال. قول. انا واقف قدامك بجد ولا دي تهيؤات؟ بصراحه بقى العلم عند الله، بس ما فيش حاجه بيفضل على حاله يعني. اوه اوه ايه يا استاذ علي؟ ايه بتضربني ليه؟ في ايه؟ العلم عند الله. نكد عليك يا بعيد. رجع رجع رجع. لا بقى، انا مش مجنون، انا مش مجنون، انا عايز افوق يا انجي. فوق يا علي وماله؟ عايز تفوق من ايه؟ بكل هنا اللي انا بقيت فيه، هو فيه ايه؟ انا مش مجنون يا انجي، انا مش مجنون. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا مش مجنون يا علي، انا حرقيك. مي. ايوه بوبي. اهو انا فاكره اهو. سولي. ايوه بوبي. انا كويس اهو. انجي. نعم يا قلب امك. انا مش مجنون اهو. لا انت، انا مش فاكرك. انا مش مجنون يا انجي. مش مجنون يا علي، مش مجنون خالص. معلش يا حسين تعبتك معايا، بس انا خلاص مخي فوت، انا بقيت مجنون، انا بقيت مجنون يا حسين. معلش اهدى، ما تعيطش، انت الصراحه معاك واحده تهبل مش تجنن بس. قصدك ايه؟ قصدي طلباتها، بتطلب طلبات تخلي اي راجل يتجنن. حبيبي يا حسين، للدرجه دي خايف عليا؟ انتوا تولعوا بجاز، انا المهم عندي كمال يا مراتي. لا بقى، انت ومراتك وانجي وكلكم تولعوا بجاز. لا 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 يا علي، انا لايص من غير كمال يا مراتي. انا حاسس بيك فعلا، الراجل من غير ست مش زي الست من غير راجل. ايوه طبعا.
نعم. مش فاهم حاجة، إيه الفرق يعني؟ ما هو كلام مجانين يا حسين، كلام مجانين، تعمل إيه؟ أيوه صح صح، كلام مجانين فعلا. إنما الست، الست حاجة تانية. تخش الشقة تلاقي ريحة طشة الملوخية مالية الشقة كده، ولا الرز أبو شعرية جايبك من آخر الشارع. يا سلام، أمال الراجل بيتجوز ليه؟ يعني أنت مشكلتك كلها في الجواز هي الأكل؟ آه طبعًا، أمال الراجل بيتجوز ست ليه؟ مش عشان الأكل؟ الراجل الراجل ولا الراجل اللي زي حالاتك؟ أي راجل. لا ما هو لو الموضوع بيتقاس كده كان زمان الشيف شربيني بقى حلم كل شاب. الله، طب ما أنت عاقل أهو. أما إحنا هنا بنعمل إيه؟ صح. وفي يا حسين؟ إحنا قاعدين كل ده ليه؟ صحيح، أنا من كتر القعدة حاسس إن الكرسي لازق فيا. استنى كده. حضرتك واحنا مستنيين ايه؟ مستنيين القطر. هتكون حضرتك مستني ايه؟ اكيد مستني دورك. بس انا بيتهيألي حضرتك ان مفيش حد غيرنا هنا في العياده. لا ده بيتهيألك. انا في الاول كنت فاكره كده برضه. اقول لك على حاجه، في انا وحضرتك والبشمهندس اللي معاك ده. احي يلا بينا يا حسين. يلا بينا يا علي. رايحين فين؟ لا 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 بقى، انا ظابط شرطه. ظابط؟ يبقى اكيد حضرتك جاي تقبض عليا. بس والله العظيم ما انا اللي قتلت الكتكوت دي. سعاد. سعاد مين؟ الحدايه. اه ده في مهلبيه هنا. طب انا هقبض عليك انت وسعاد والحدايه. لا بلاش الحدايه يا حسين. ليه؟ يمكن تكون مظلومه. اه ده جوز مهلبيه. يلا بينا نمشي يا علي. يلا بينا يلا بينا. بقول لك ايه؟ روح افتح الباب. ليه يا اختي؟ سوري، ده جرس الدكتور. انا مش عارفه مالي النهارده. اتفضل حضرتك يا حسين، دورك. لا انا مش حسين، هو حسين. لا لا انا مش حسين، هو حسين. ايه ده؟ مين فيكم حسين؟ هو حسين. لا عليا الطلاق، ما انا حسين، هو حسين. لا انا علي. اقول لكم على حاجه؟ انا حسين. يا راجل. طب انا في واحد مستنيني تحت يا ابراهيم. خد هنا، انت رايح فين؟ خش. ركبت البرجيحه يا حسين. خش خش اتمرجح لوحدك. نهار اسود وبنعي. كالوشة. كالوشة مين يا بنت المهبوشه؟ ها يا سيدي، بتشتكي من ايه؟ من مراتي. لا كل الرجاله بتشتكي من مراتها. لا يعني ايه اللي تعبك؟ مراتي. لا ما كل الرجاله بتشتكي من مراتها. لا يعني انت ايه اللي وصل حالتك النفسيه للحاله دي عشان تيجي تتعالج عندي؟ مراتي. لا انت كده محتاج لمأذون مش محتاج لدكتور نفساني. ليه؟ عشان تطلقها. العيب اللي انت بتعمله ده ما تجيبها لي انا بقى علينا. لا ما انا عايز افهم حضرتك. اصل مراتي بتقول لي ان انا بيتهيألي حاجات ما بتحصلش ولازم اتعالج بسرعه. ليه بقى بسرعه؟ عشان اتجوز تاني. برافو، هتتجوز عليها؟ لا هتجوز مراتي. انا غلطان في حقك. صبرني يا رب. انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ انا تعبان نفسيا. بتشتكي من ايه يا دكتور؟ مراتي. انت كمان؟ انا قلت ركبنا البرجيحه محدش صدقني. ايه الملل ده؟ انت زهقانه يا ميدا؟ انت زهقانه يا متى؟ هما اتأخروا كده ليه؟ كالوشة. ايه؟ كده يا كالوشة. بت بيه؟ كده تنساني يا كالوشة. بت تنسى حبنا، تنسى خطوبتنا.